مفيش شك انه مجتمع السوشيال ميديا دلوقتي بقى يعني حاجة مرعبة، بقى مهووس بحاجة اسمها الترند والمشاهدات واللايكات. الناس بقى بتعمل اي حاجة دلوقتي على مواقع التواصل الاجتماعي، اللي هو الهدف منها الناس تتواصل مع بعض، ده الغرض من انشائها. لكن الناس دلوقتي بقى بتعمل اي حاجة بغرض ان هي تشوف جاب كام لايك، طب جاب كام فيو. وطبعا ده مش مقياس نجاح بالمرة، عشان بس الناس تكون فاهمة، يعني لو القصة حتى بتتحكي مش حقيقية، لو الصورة فوتوشوب، لو الفيديو فيديو مزيف، المهم ان هو ترند وفي ناس بتبقى عارفة ان هو مزيف، لكن هي خلاص يعني حابة تدخل في الترند او تركب الترند زي ما احنا بنقول. شفنا ده خلال ال 48 ساعة اللي فاتوا، موضوع ابو الهول اللي غمض عينيه. طبعا في ناس خدت الموضوع بهزار، انا مش بتكلم على ده، انا بتكلم على الناس اللي قصدها تعمل حالة. الناس طبعا ده حاجة لا تصدق، يعني ابو الهول هيغمض عينيه اكيد لا، لكن مجتمع السوشيال ميديا ممكن يصدق حاجة زي دي ويعلق عليها، يعمل شير عشان في الاخر يكون عندنا ترند، لكنه في النهايه زي ما قلت لحضراتكم ترند مزيف. عندك حق يا استاذ، يعني الناس قاعده تتكلم انه ابو الهول بقى له كل السنين دي فتح عينه فجاه، اكيد مش طبيعي انه يغمض عينه ويرتاح بالظبط، ياخد ناب كده سريع. للاسف فكره الترند دي بقت صناعه، يعني في ناس بتعرف تعمل ده كويس قوي، وبتعرف ازاي انها تعمل ترند من الاول خالص مزيف. انا في الحقيقه مش قادره افهم ليه صفحات كتيرة قوي على السوشيال ميديا كمان بيساعدوا في ده، يعني لو الترند طلع من صفحة معينة ليه صفحات تانية بتنشر ده وبتساعد ان الترند ده يتصدر اكتر مواقع التواصل، يكون عندهم عدد اكبر من اللايكات، ده اهم حاجة، ازاي يبقى عندي لايكس اكتر وشيرز اكتر ومشاهدات اكتر، مش مهم بقى المحتوى ايه، مش مهم الارقام اللي بيقولوها دي او المواضيع نفسها حقيقية ولا لا، المهم الارقام اللي هيجيبوها من الصورة او الفيديو ده يا شاذ ليه يحققوا مشاهدات عالية عشان الارباح. هو ده كله، لانه فكره الارباح هي اللي سايقه الناس بالزبط. فالناس عندها استعداد تعمل اي حاجه في مقابل ان يكون في فلوس. طب الفلوس دي جت منين؟ مش مهم، المهم ان هو يعمل اي حاجه، يخلق ترند من البدايه. بالمناسبه اي حد عادي كده ممكن يكون جزء من الترند او كمان سبب في هذا الترند. مثلا انت ممكن تدخل تعمل سيرش على حاجه معينه، ففلان يدخل وبعديه ناس كتيره تدخل تعمل سيرش على نفس الحاجه من غير ما تبقى انت قاصد او من غير ما تحس ان انت بتعمل ترند. فالموضوع ممكن يبدا من عندك انت، انك تعمل السيرش زي ما قلت لكم وانت ماسك الموبايل، تكتب جمله في جوجل على الفيسبوك. طبعا ملايين الناس بيعملوا نفس الامر ده، فبيتحول بعد كده الخبر اللي انت كنت بتعمل سيرش عليه عادي خالص لترند بعد كده. ده حقيقي يا شاذلي، يعني كمان البوستس اللي ملهاش اي لازمه دي بتكون عباره عن قصص مفبركه، او حتى في قصص كده نميمه او حاجه ملهاش اي اهميه ولا اي لازمه. اللي بيحصل انه ممكن حضرتك تدخل بمنتهى الحماس عشان تكتب تعليق سواء بقى ايجابي او سلبي، الحقيقه ان التعليق اللي حضرتك كتبته ده بيساهم في انتشار البوست اكتر، لانه السيستم بتاعت المواقع دي بتعتبر تعليق حضرتك نوع من التفاعل على البوست، حتى لو كنت اصلا ممكن بتهاجم البوست. يعني ممكن تكتب يا جماعه بلاش نتكلم في نميمه، بلاش نتكلم في حاجه، مجرد كتابتك للكومنت ده بتعد تفاعل على البوست، فبالتالي بيظهر لناس اكتر، فبالتالي ناس بتتفاعل عليه اكتر، فالناس بتشوفه اكتر. في النهايه انك ساعدت ان البوست ده يوصل لناس اكتر، فعشان كده لازم نتجنب ده يا شاذلي. مظبوط، فكره انك تعلق بالايجاب او بالسلب، انك مقتنع او رافض، التعليق في حد ذاته ده بيساعد اكتر في انه الترند يعلى وينتشر. نعمل ايه؟ التجاهل. التجاهل ده هو الحل الوحيد. لو تجاهلنا اي خبر ملوش لازمه مش هيطلع ومش هينتشر. لو تجاهلنا اخبار النميمه، لو تجاهلنا الفيديو اللي فيه فلان بيهاجم فلان، وفي الحته دي تحديدا فلان ده بيبقى قاصد، يعني في بعض الناس كده عندهم غيه ان هم يطلعوا ويكتبوا كلام عن اشخاص معينين، يدوا تصريحات عن حاجه معينه، عن موقف معين، بيبقى قاصد انه يدخل يكتب كده وعارف الناس هتتفاعل معاه، فيقوم يجيب عدد كبير من اللايكات والمشاهدات فيصبح ترند في النهايه. لو احنا وقفنا الكلام ده ومعلقناش اصلا، محدش هيسمع عنهم ولا حد هيعرف ايه القصه دي ولا ايه الفيديوهات دي ولا هتنتشر اصلا. فبكده نقدر احنا ننهي تماما هذا الامر، و يعني ننهي اي حاجه ممكن حد يستغلها ويعمل بيها ترند. النهارده احنا في صباح الخير يا مصر عندنا فقره مهمه جدا هنتكلم فيها عن صناعه الترند المزيف، وازاي نبتعد عن اي اخبار او شائعات بتتصدر لينا وبتنتشر كمان من خلال الترند. بنصبح لحضراتكم مرة تانية، أهلا بيكم وحلقة جديدة من صباح الخير يا مصر.